السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف 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 مبروك لكل الطلاب، سواء كانوا طلابي أو مش طلابي. ألف مبروك لكل طلاب الجامعات، ألف مبروك لكل طلاب الثانوية الأزهرية، وإن شاء الله كم يوم ونبارك لطلاب الثانوية العامة إن شاء الله. بس هنا عاوز أقول كلمتين. عاوز أقول إن المرحلة الثانوية الأزهر يعني، وأنا بخص طلاب الأزهر بالكلام دوت، إنه دي مرحلة انتهت. ايا كان القادم دي مرحلة تانية تماما، مرحلة مختلفة. اولا محتاج منك انك ترضى بما قسم الله تبارك وتعالى لك، ما دمت عملت اللي عليك واجتهدت وتعبت وذاكرت، فده قدر الله. ايا كان نتيجة قول الحمد لله، وابدأ استعد المرحلة الجاية. استعد المرحلة الجاية في انك تجتهد. هتقول انا ما صدقت ان انا خلصت من الثانوية ادخل جامعة واجتهد. الحياة كلها اجتهد، الحياة كلها تعب، الحياة كلها جد. الله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد تكابد الحياة، أنت شغلانتك تكابد الحياة. أصلا فيش راحة في الدنيا، لا في ثانوية عامة ولا في جامعة ولا بعد الجامعة، وبعدين تشتغل مفيش راحة في الشغل، وبعدين تتجوز مفيش راحة في الجواز، وبعدين تموت أسأل الله الراحة في الموت. تمام؟ فأنت إيه؟ أنت خلصت مرحلة وتنتقل إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأخرى ديت محتاجة اجتهاد وجدية منك، محتاجة إنك تستعد. انسى بقى كل اللي راح واستعد للي جاي. إن شاء الله ربنا تبارك وتعالى يوفقكم في اللي جاي، وأيا كان اللي ربنا تبارك وتعالى قدره لك أنت بس اجتهد. يعني خليك كده مفتح في وسط العور، أعور في وسط العوم، متميز في وسط المفتحين. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، وألف ألف مبروك لجميع طلاب الجامعة وطلاب الثانوية الأزهرية، وإن شاء الله نبارك لطلاب الثانوية العامة بإذن الله تعالى عن القريب العاجل. بحبكم في الله.